بعد علينا كلمة واحدة تبقى هاي الكلمة 40 عام في قلبنا. واحد يقول كلمة حادة لزوجته، هاي الكلمة 20 عام تبقى في ذهن. واحد جدا يجب أن يكون دقيقا. المرأة تقول كلمة حادة لزوجها، أنا خير منك ما شفت من أول ما تزوجت. هذا جرح الكرامة. الإنسان من أهم الأشياء عند كرامته، إذا جرحت كرامته جراحات السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فواحد جدا يجب أن يكون دقيق.